عراب الخراب، الحاكم بأمره في قطر، مهندس السياسات الخارجية القطرية، بل يذهب البعض إلى أنه الحاكم الفعلي للدوحة، إنه الصهيوني القطري عزمي بشارة. يقدم نفسه تارة أستاذاً جامعياً وناشطاً سياسياً تارة أخرى، يلبس ثوب العفة ويظهر عكس ما يكن في باطنه من الانقلاب على العرب إلى التضامن مع إسرائيل ثم الارتماء في أحضان قطر ليصبح الذراع اليمنى للدوحة. بشارة هو المستشار الخاص لحاكم قطر تميم بن حمد، ومن ثم فهو المتحكم الأول في سياسات الدوحة والمحرض الأكبر على معاداة النظام القطري لجيرانه العرب. بدفاعه المستميت عن الجماعات الإرهابية وعلى رأسها الإخوان المسلمون، لعب بشارة دور مهندس الخراب في المنطقة العربية، ينفذ أجندة مرسومة له مسبقاً. يرى البعض أن جهاز المخابرات الإسرائيلية الموساد قد يكون الحاكم الفعلي لقطر، لذلك زرع عضو الكنيسة الإسرائيلي السابق عزمي بشارة داخل دائرة صناعة القرار القطرية ليحرض ويمول ويدافع. يحرض على الأنظمة العربية ويمول الجماعات الإرهابية عبر أموال قطرية لبث الزعزعة وعدم الاستقرار في المنطقة، ويدافع عن الإرهابيين ومواليهم، مصدراً نفسه للعالم بصورة المفكر العربي، لكن الحقيقة هو مفكر الخراب القطري. يمارس عزمي بشارة دوراً معقداً في الدولة القطرية، فيقدم المشورة إلى الديوان الأميري في الدوحة، فضلاً عن استشارات لبعض وسائل الإعلام القطري، ويدير مركزاً بحثياً ممولاً من قطر، فتجده متحدثاً وكأنه الحاكم بأمره في قطر. بشارة هو مهندس تطوير وتوطيد العلاقات القطرية الإسرائيلية، والمروج الأكبر لفكرة انسلاخ قطر عن العالم العربي والانضمام لمنظومة إقليمية جديدة تقودها إسرائيل، وهي التي وضعت خطة ما يسمى بالربيع العربي لصناعة شرق أوسط جديد يحكمه أتباع إسرائيل في المنطقة. مستشار حاكم قطر هو المروج الأول للمؤامرات ضد مصر والسعودية بسبب موقفهما من جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، كما أنه أكبر المطالبين بالتطبيع بين إسرائيل والدوحة، وكان نتاج سياساته أن تتحول قناة الجزيرة للمنبر الإعلامي الأول لجيش الاحتلال الإسرائيلي. بشارة يحمل الجنسية الإسرائيلية، وشغل سابقاً منصب عضو بالكنيسة الإسرائيلي في الفترة من عام 1996 إلى عام 2007، حسب القانون الأساسي للكنيسة وتحديداً المادة 15، يجب على كل عضو أن يقسم بالولاء لإسرائيل، فقد تعهد بشارة سابقاً بخدمة الكيان الصهيوني، وها هو ينفذ سياساته في المنطقة. تولى عزمي بشارة منصب مدير الأبحاث في معهد فان لير الإسرائيلي المتخصص في الدراسات الاستراتيجية من عام 1990 حتى عام 1996، ومن إصدارات هذا المعهد دراسة بعنوان إسرائيل على مشارف القرن 21، وهي دراسة حددت الأهداف القومية لإسرائيل. فالمتابع لمواقف بشارة وتوصيات الدراسات الإسرائيلية يجد تكاملاً إلى حد التطابق.
الصهيوني الذي يقدم نفسه للساحة السياسية بصفته قومياً قد حافظ على الاعتراف بالكيان الإسرائيلي، فيقوم بتنفيذ اتفاقيات وخطط إسرائيلية بإشراف وتمويل قطري تهدف إلى تفتيت الدول العربية بماض مشبوه وحاضر أسود، حاملاً أجندة تخريبية مشبوهة تتستر تحت شعارات براقة غايتها هدم الأوطان ونزع الاستقرار، استحق بشارة وعن جدارة لقب مهندس التخريب الصهيوني القطري.